حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت مبيعات النفط المركزي العراقي من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ولم تتخطى حاجز 1.2 مليار دولار، وكان البنك المركزي قد باع خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1.150 مليار دولار بمعدل يومي بلغ أكثر من 230 مليون دولار، منخفضا بذلك بمقدار 5.7% عن الأسبوع الذي سبقه. وكانت أعلى مبيعاتنا للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ليوم الخميس، حيث بلغت أكثر من 240 مليون دولار. في محاولة للتنصل من المسؤولية، اتهمت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني الكتلة السياسية بتعطيل إقرار الموازنة العامة. قالت نائبة السلطاني إن البقاء بدون موازنة عامة سبب العديد من المشاكل في جميع الوزارات التي لا تخصص لها مبالغ في قانون الأمن الغذائي، مؤكدة أن وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات التي عانت في هذه الفترة من التخصيصات المالية على الرغم من قدوم فصل الصيف. أكد خبراء اقتصاديون أن طرح الدينار العراقي في المصارف المحلية الإيرانية يعني أن العراق سيستورد البضائع الإيرانية بالدينار العراقي، وهذا الأمر سيؤثر تأثيراً كبيراً على سعر صرف الدولار في العراق، حيث سيتأثر بنفس النسبة التي يتم فيها تحويل الدينار العراقي إلى إيران. وأضاف الخبراء أن هناك تجربة مشابهة للقرار الإيراني، وهي التجربة الروسية حينما أجبرت موسكو الدول التي تستورد الغاز الروسي على التعامل بالروبل. طالب نائب مهدي أمرلي بإيقاف صرف مبالغ طائلة في محافظة صلاح الدين بعد تسرب وثيقة بذلك. وقال النائب أمرلي إن صرف هذه المبالغ غير صحيح وإن هناك فسادا فيها، وأضاف أن على وزارتي المالية والتخطيط إيقاف هذه المبالغ إلى حين الاتفاق حسب الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن صرفها غير صحيح. كانت وثيقة مسربة موقعة باسم محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب قد تضمنت مطالبة وزارة المالية بصرف مبلغ قدره 257 مليار دينار عراقي إلى المحافظة. قالت شركة سومو للتسويق النفطي إن حكومة كردستان العراق ما تزال تصر على رفض تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن عائدات تصدير النفط وإرسالها للحكومة في بغداد. هذا وأكدت الشركة أن حكومة أربيل ترفض تطبيق قرار المحكمة وتقوم بتصدير النفط بصورة غير قانونية على حد تعبيرها، مشيرة إلى توقف المفاوضات بين بغداد وإربيل بعد إعلان الأخيرة عدم التزامها بالقرار. وهذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، بأمان الله.